يعني تعالوا بقى نشوف طاجن الكفتة أو طاجن الفتة عبارة عن إيه؟ كيلو إلى كيلو، من كيلو إلى ربع الكيلو من صدور الفراخ زي ما هي كده سليمة، كيلو إلى كيلو إلى ربع صدور فراخ. عندنا كمان معلقتين زعتر ونص معلقة كركم ونص معلقة بابريكا ومعلقتين زيت وبصلتين مفرومين وثلاث فصوص ثوم وكمان كوباية من الفلفل الملون، وعندي قرن فلفل حامي، وثلاث أرباع كيلو طماطم معصورة أو مبشورة، ومعلقتين صلصة طماطم، ونص كيلو رز بسمتي منقوع في المية هنسويه، ورشة بودرة زعفران، وثلاث رغيفة خبز محمص، خبز شامي يعني زي بتاع الفتة بالظبط، وعندي كمان معلقتين كزبرة خضراء، وثلاث فصوص ثوم، وأربع كوبايات أو أربع علب زبادي. تاني عشان الأكلة دي لوحدها موضوع. عندنا أول حاجة من كيلو لربع الكيلو من صدور الفراخ، وعندي معلقتين من الزعتر ونص معلقة كركم ونص معلقة بابريكا، وعندنا كمان معلقتين من الزيت وبصلتين متقطعين مكعبات أو مفرومين، خليهم مكعبات كبيرة، احنا عايزينها مكعبات كبيرة، وكمان عندي ثلاث فصوص ثوم وكوباية من الفلفل الألوان، يعني نص فلفلاية حمراء ونص فلفلاية صفراء ونص فلفلاية خضراء، وعندي فلفلاية حامية يعني ثمرة فلفل حامي، وكمان عندنا تلات أرباع كيلو طماطم مبشورة، معلقتين صلصة طماطم، نص كيلو من رز البسمتي، ورشة بودرة زعفران، وتلات رغيفة خبز شامي محمص، وتلات معالق كزبرة خضراء، وتلات فصوص ثوم، وكمان عندنا أربع كوبايات زبادي. مبدئيا هشيل الثوم، تلات فصوص ثوم وتلات معالق كزبرة خضراء والزبادي على جنب، وشويه لوز او اي نوع مكسرات عندي، ده للجرنش النهائي، ده هنحطه على وش الفته. اما بقيه المكونات هنشتغل بقى دلوقتي مع بعض. يا مدام حياه. ايوه اهلا بيكي. اهلا، ازيك يا شيف ياسر؟ الحمد لله رب العالمين، شاكرين على كل اللي انت بتعمله والله. ربنا يخليكي ليا، ربنا يكرمك يا رب. ممكن توطي التلفزيون مدام حياه؟ بقول لحضرتك بس الكفته اللي حضرتك. طب حاضر، اتفضلي. الكفته دي تكوينها ايه؟ لان انا لسه فاتحه التلفزيون. عينيا، حاضر هقول لك عليها، حاضر من عينيا. حاجه تانية؟ بشكرك يا مدام حياه، وهقول لك على الكفته مكوناتها ايه بس بعد ما نشوف تركيبه الوصفه دي. انا خدت معلقه من الزعتر معاها نص معلقه البابريكا ونص معلقه الكركم ومعلقه من الزيت، شوية ملح وشوية فلفل. تاني هنا اهو خدت معلقة من الزعتر مع معلقة زيت ونص معلقة البابريكا ونص معلقة الكركم، خدناهم مع بعض كده وبنقلبهم كده زي ما انتوا شايفين، ملح وفلفل أساس. بعدين نغطس فيهم الفراخ سليمة، صدور الفراخ سليمة، ونقلب اهو. عملت ايه بقى؟ خدت اللون وهتاخد الطعم، ونسيبها في الخليط ده 10 دقايق. جميل. تاني نرجع نقول حطينا نص معلقه البابريكا ونص معلقه الكركم ومعلقه الزعتر وكمان معلقه زيت، شويه ملح وشويه فلفل، وتبلنا صدور الفراخ في الخليط ده، ونروح على الشوايه نرفع دي وناخد بقى، احنا حاطين الزيت، الشوايه سخنه اهي، نحط الفراخ. هنشوي الفراخ دي عادي جدا بدون اي اضافات، وبعدين وهي بتتشوي كده هنجيب معاها شويه حاجات من بتوعنا، شويه زيت صغيرين في نفس الخلطه، وبعدين ناخد الفلفل اهو حلو، وناخد معاه البصل ونحط رشه ملح صغيره. تاني في نفس الخليط او مكان الفراخ حطينا البصل، حطينا الفلفل، وكمان شوية ملح صغيرين، والروح ده نحطه فين؟ جنب الفراخ. يبقى أنا كده بستفاد من إيه؟ إن أنا بشوي الخضار بتاعي، ما بحمروش. الخضروات بتاعتي دي أنا بشويها على الشواية، ما بحمرهاش في زيت برضو عشان خاطر زي ما بنقول كده ما يبقاش في نسبة دهون كتير. دي المكرونة مع كفتة. عينيا اهو، عينيا، دي المكرونه مع ايه؟ مع الكفته. جميل. تعالوا نعمل مع بعض الرز.
الرز هنجيب حله. حلو، ادي الحله. زي ما بقول لكم كل مره، الرز البسماتي طريقته سهله قوي. احمد عامل كيلو رز ما شاء الله، يعني عشان الناس تاكل وتتبسط. تحط ميه. والله ده حسب يا اخ ياسر، هقول لك يعني. هو ياسر بيسالني سؤال وجيه جدا، بيقول لي البسماتي، الرز البسماتي بيتحط قد ايه ميه؟ لو احنا بنعمل بالطريقه دي اللي انا بوريها لكم دي، احدث طريقه او احسن طريقه لعمل الرز البسماتي، بننقع الرز، الرز منقوعه قبل من حوالي نص ساعه او ساعه في شويه ملح، بعد كده بصفيه وميه بتغلي. اول ما بتغلي الميه بحط لها شويه ملح برضو اهو، واول ما تغلي هحط عليها الرز يغلي معاها لمده 5 دقائق. بعد ما يغلي معايا الرز لمده 5 دقائق، لمده 5 دقائق نعمل ايه؟ نصفيه تاني ونرجع نرجعه تاني، نرده ونحط له عليه الماده الدهنيه بتاعتنا اللي هي زبده او سمنه زي ما انا عايز، مفيش مشكله. ولو هنلون زي ما هنلون كده بالزعفران، هنحط شويه بودره زعفران مع شويه ميه ونلونه يبقى لونه اصفر. لكن لو هعمل رز وانا معرفش خالص، احط على كل كوبايه من الرز البسماتي ده متوسط الحبه، في اطول منه، اطول يبقى كوبايتين، كل كوبايه تاخد كوبايتين، متوسط الحبه يبقى كل كوبايه تاخد كوبايه ونص ميه. جميل، اي خدمه. تاني نروح بقى نبص كده بصه على الفراخ بعد ما لونت معانا اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا يا وحيد اهو. الفراخ ده انا هشويها، يعني بعد ما تاخد اللون من ناحيتين هرفعها بالراحه كده، احطها فين؟ في الفرن تكمل تسويتها، لانها هقطعها مكعبات شبه الخضار بتاعي. شمين الريحه واصله لكم، حلو قوي. بقيه المكونات بتاعتي، بقيه المكونات بتاعتي هعمل فيها ايه؟ انا جات لي فكره دلوقتي على الهوا بعد المايه ما تغلي. الله يخليك. لا والله بجد الافكار بتتوارد. يعني ايه رايكم ان انا بعد ما تاخد اللون هقطعها مكعبات وهنسواها جوه الصوص اللي احنا هنعمله ده اللي هو صوص الطماطم. هنجيب طاسه اهي. حاضر. هعمل ايه دلوقتي؟ البصل مع الفلفل برضو كنا شاويينه على الشوايه، وبعدين عايز ارفع بقى القلايه دي خالص عشان هنجيب بقى حته تانية. الرز عندي بيتسلق، الرز اهو بيتسلق زي ما قلنا في ميه بملح فقط. شايفين اهو يا وحيد اهو، وهنسيبه يتسلق معانا خالص، يتسيبه اهو لسه ما يغلي كمان شويه. عندي طاسه على النار، شويه زيت، معلقه او معلقتين قرن فلفل حامي، ده بقيه مكونات الفته بتاعتنا، والثوم والزعتر، بقيه الزعتر. شايفين؟ شمين الريحه معايا، شمين الريحه معايا اهو. وبعد كده الطماطم المبشوره، وبعدين صلصة الطماطم، صلصة الطماطم، معلقتين من صلصة الطماطم، ونقلب ده مع بعضه كده، وناخد بعد كده الفراخ عليه مع الفلفل ونشوف هنعمل ايه. يا ام اسلام. الو، اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا سيفي يسري. الله يخليك يا رب. انا الريحه واصله لي لغايه هنا يا سيفي يسري. بألف هنا، بألف هنا. الف هنا عليك والله وعلى كل اللي هياكله. ربنا يخليكي. لا جربيها، حلوه قوي، الاختراع حلو قوي والله يا سيف يسري. بجد معاك احنا بنشوف كل جديد والله. يا رب يخليك، ده من ذوقك. ربنا يكرمك يا رب. وتسلم ايدك على كل اللي انت بتعمله يا سيف يسري. يا رب يخليك ليا، بشكرك. ربنا يخليك على وان شاء الله يقعده لك في صحتك باذن الله. لا يعني ربنا يكرمكم على دعائكم وعلى والله يا سيف يسري اتصالاتكم. ربنا يخليكم بجد والله والله. تسلم يا سيف يسري، بشكرك. ربنا يخليك. الله يخليك. انا ليا سؤال عند حضرتك. اتفضلي. بس معلش، مقادير الكفته، كيس المكرونه النص كيلو عليه قد ايه صدور فراخ؟ عليه 750 جرام، كيلو الا ربع فراخ، كيلو الا ربع فراخ. طب بصي يا شيف يسري بعد اذن حضرتك. اتفضلي. انا هسالك بس سؤال وبعد كده حضرتك تقول لي المقادير. اتفضلي. انا لما بعمل كفته الفراخ وبحط لها شويه بقسماط، لما اجي اقليها بحس ان هي بتشد برده معايا. طيب هقول لك تعمليها ازاي. طيب ماشي. حاضر. شكرا يا شيف. عينيا، تحت امرك. هقول دلوقتي على الكفته وبعدها كفته الفراخ عشان ام اسلام. الكفته اللي عملناها ببساطه، بس بعد ما نضيف هنا الرز اهو على النار، انا مش عايز اطلع من الفاصل غير ما تشوفوا تفاصيل التفاصيل. ممكن بقى نشيل الحاجات دي من هنا من فضلك، بس خلي لي الملح والفلفل لو احتاجناه. حطيت هنا الفراخ مع صوص الطماطم
ونضيف عليها بقى الفلفل المشوي مع البصل. جميل. وبعدين نقلب تقليبة. شايفين بقى التركيبة دي لوحدها؟ أنا ممكن أجيب شوية رز من ده مع شوية فراخ من دول وأكلهم لوحدهم. دي أكلة، يعني لو أنا مش عايز أعمل موضوع الفتة ده خالص زي ما أنا بعملها، ناخد شوية من الفراخ دي كده نقدمها في طبق مع شوية رز، لو فضل عندنا شوية ممكن نعملها في طبق صغير، يبقى ده طريقة من طرق تقديم الفراخ دي لوحدها مع رز أبيض. أهو. حلو قوي. هسيب دي كده تغلي كمان غلوتين وتركز مع الصوص. نيجي هنا بقى. دي الكفتة بتاعتنا اهي، بعد ما قطعت قطعة. شايفين؟ أهي. دي لوحدها. ممكن تتقدم مع صوص تارتار. يعني ايه صوص تارتار؟ الراجل ده دايما يقول كلام غريب كده شيف يسري. لكن صوص تارتار هو عباره عن مايونيز مع خيار مفروم او كابري مفروم، شويه بقدونس، بصلايه مفرومه سليم يعني نيه، او بصل مخلل. ممكن بياخد صفار بيض، بياخد كمان بياض بيض مفروم، شويه بقدونس. لكن لو حطينا عليه بياض بيض وصفار بيض مفروم لازم ناكله في نفس اليوم. لكن لو حيبات معانا ممكن تحط عليه الخيار مخلل او الكابري او والبقدونس، مفيش مشكلة. ده خلاص استوى معايا، نركن على جنب. أنا مستنى أما الرز يستوي معانا. أهو. أنا عندي بودرة الزعفران، شايفينها؟ أهي. بودرة الزعفران أهي. هناخد شوية مية صغيرين عليها عشان أدوبها وأضيفها فوق المية. شكراً. أهو على بودرة الزعفران نقطتين مية كده. ليه؟ البودرة دي لو اتحطت زي ما هي كده هتلون بس مش زي ما انا عايز. شايفين دوبتها خالص اهي وغرقت الدنيا، مش مشكله. بس بعد الرز ما يستوي هنضيفها، خليها هنا. تعالوا بقى، لسه عندي حاجه بقى من الاكله دي، واللي ما حضرهاش هقول له احنا عملنا ايه. انا لسه عندي كزبره خضراء، هضيف هنا شويه. وعندي كزبره خضراء هنعمل بقى حاجه زي الطشه، بس الطشه دي هتحط ايه فوق الزبادي تاني. ايه اللي بيقوله ده؟ اللي بيقوله ده ان انا عندي عيش محمص وعندي رز بسلقه وعندي خلطه الفراخ دي وعندي زبادي وعندي كزبره وعندي توم. هنجيب طاسه صغيره، حط شويه زيت بقى اهو. جميل. الكفته اهي، الكفته اهي. الخلطه دي زي ما قلت لوحدها انا ممكن اكلها كده مع شويه رز ابيض، حلوه قوي وطعمها حلو قوي. خلطه الفراخ دي اللي انتم شايفينها دي ممكن اقول لكم عليها ايه سريعا. أنا جبت أربع صدور من الفراخ، تبلتهم بنص معلقة كركم ونص معلقة بابريكا ومعلقة زيت ومعلقة زعتر وشوية ملح وشوية فلفل، شويتهم على الشواية نص سوا، بعد كده قطعتهم مكعبات. وكان عندي فلفل ألوان متقطع مكعبات كبيرة قد حجم الفراخ، وبصل برضو شويته على الشواية. وبعدين جبت تلات أرباع كوباية كيلو من الطماطم مبشورة، ومعلقتين صلصه طماطم، وقرن فلفل حامي، وفصين ثلاثة توم، ومعلقه زعتر، شويه زيت، شوحت كل ده مع بعضه يا دوب طلع ريحته، قمت نازل عليه بالطماطم مع صلصه الطماطم، ونزلت بالفراخ ونزلت بالفلفل. وبعدين اخر حاجه الكزبره الخضراء اهي كميه. وعندي هنا الطاسه دي تسخن، احط فيها شويه زيت. هنعمل حاجه زي الطشه بس مش دلوقتي، مش دلوقتي، مش دلوقتي. هنصفي، هات لي الشنوار الكبير عشان عايز اصفي الرز. الرز كده خلاص دخل في التسويه قد ايه بقى؟ يجي 90%، لان احنا هنحطه دلوقتي، هنحط عليه الماده الدهنيه بتاعته ونسيبه يتشرب شويه، بس عايزين نصفيه الاول. تاني الرز اهو بعد ما نقعته لمده ساعه في ميه بملح، بصفيه كده، باخده صفيه وارجعه تاني. هنروح نصفي هنا قدامكم اهو. برافو يا احمد، مش محتاج الميه دي خالص، مش محتاج الميه دي خالص. خلاص صفينا كده كله. وبعدين بعد ما صفينا كله نزل، يلا بسم الله، نزل 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 ما تخافش. نرجع نروح بقى، شايفين الرز عامل ازاي؟ هدفع لكم شويه من الرز يتاكل كده دلوقتي، يعني الرز يتاكل كده دلوقتي للناس اللي بتعمل دايت، ما تحطش عليه اي ماده دهنيه. اهو الرز قدامنا اهو، اهو يا وحيد اهو، شايفين الرز؟ خلاص يعني دعاء بتعمل دايت تاكل دلوقتي من الرز ده قبل ما نحط عليه الماده الدهنيه. ولكن انا هسيبه يتشرب شويه برضو قبل الماده، واحنا بنحط عليه بقى حته زبده، شويه زيت وحته زبده صغيره، ونسيبه يتشرب معانا شويه بقى على نار هاديه، ونروح نكمل مع بعض. يا مدام حنان،
صباح الخير يا شيف يوسف. صباح الخير يا فندم. ازاي حضرتك؟ انا بخير لما بسمع صوتكم بجد. ربنا يخليك لينا يا رب. ربنا يخليك. النهارده الحلقه ابداع كالعاده. والله لا انتوا اللي شايفينها كده والله انا لا جميله بجد. ربنا يخليك. اشكرك. اتفضلي. شيف يسري انا سمعت ان حضرتك كنت عامل خبز في الحله من كام يوم. اه طب ممكن معلش ما اقفلش وتقوله لي وانا معاك. طب لا اقفلي عشان تسمعيني كويس. طيب ماشي بس ما تنساش بالله عليك. حاضر من عينيا هقول لك على الخبز اللي احنا عملناه ورشدي هيطلعه لنا على الهواء ولكن هجاوب على الكفته برضو قبل الرز. خلاص ماشي. حاضر بشكرك مدام حنان على اتصالك ويا رب دايما نكون عند حسن ظن حضراتكم. الزبادي 4 علب زبادي ننزلهم كده ونحط عليهم شعره ثوم صغيره نحط عليهم شعره ملح صغيره ونقلب. ركزوا معايا انا بس مستني لما كله يخلص عشان هنعمل تركيبه كده هتعجبكم قوي. تركيبه قوامها رز وقوامها خبز محمص وقوامها زبادي وفراخ وفلفل وطماطم وبصل. موضوع كده جامد يعني زي ما بيقولوا كده حاجه حلوه قوي. نيجي هنا اغسل ايديا بقى كده بعدين نعمل ايه؟ اول الرز ما بيتشرب انا سايبه يتشرب. حطينا له ايه شويه زيت وحته زبده صغيره وبدا يتشرب معايا. مش انا قلت لكم ان انا ممكن اكل انا عن نفسي شويه من الفراخ ده مع شويه من الرز ده. انا عايزه يبقى لونه ابيض لونه ابيض. فهاجي كده ارفع بعد ما حطيت له اتشرب شايفين الزبده صفرة اهي باينه خالص والرز شكله عامل ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. شويه هنا من الرز يعني الواحد برضو ساعات ريقه بيجري على الحاجه كده نضمن ان احنا ناخد حقنا قبل رشد ما يجي وياسر يجي والناس تيجي اهو. مش مسؤولين فعلا. ادي شويه رز ابيض وبعدين فاكرين بقى بودره الزعفران اللي احنا قلنا عليها. انا عايز لونه كله اصفر اهو. يا مصطفى. الو يا مصطفى. ايوه ازيك يا حبيبي اتفضل. أنا عايز أعرف طريقة الكريب والبيتزا. الكريب والبيتزا حاضر من عينيا. حاجة تاني؟ لا شكرا. يا حبيبي حاضر هقول لك على الكريب والبيتزا. خليك فاكر ياسر عشان ما كتبتش. كده شايفين الرز بقى أصفر أهو مستوى معايا. تخيلوا بقى إن الرز ده إحنا عملناه قدامكم من أول للآخر أهو زي ما الكتاب بيقول. يلا أهو شايفين؟ هو ده. خلاص كده نرفع من على النار. مش محتاجين لا مالناش دعوه بالوقت. الوقت حسب البوتاجاز. سؤال مش وجيه ده بقى اهو. شايفين عامل ازاي اهو. ما هو الرزاي لو قعدت اكتر من كده هتتكسر معايا وارجع اقول الرز باظ. ده الرز ده اللي انا بقول لكم عليه ده اهو بعد ما لوناه اصفر وده ابيض. ناخد شويه من الفراخ دي نحطها فين في طبق. يبقى دي طريقه للغرف. طريقه للغرف بس كفاية. وبعدين نيجي هنا نعمل ايه؟ نحط الطشة بتاعتنا بقى. الزيت والطشة خليهم كده لان الموضوع لسه فيه حاجة بسيطة. ادي الخبز اول طبقة. اول طبقة من الخبز. وبعدين نقوم نازلين عليها بايه؟ بالرز. بس نجيب بقى حاجة نشيل الرز كويس. انا عارف ان انتوا طبعا بتقولوا الراجل ده عمال يحيرنا بس انا بصراحه الاكله حلوه عجباني. حطينا العيش بتاعنا المحمص وفوقيه الرز اهو. شايفين الرز عامل ازاي واحنا بنفضي. وبعدين نفرده ونضغط عليه. نضغط خالص كمان كمان كمان. ممكن تحطوه في طاجن يعني انا كاتب في المقادير طاجن ممكن يتحط في طاجن مفيش مشكله اهو. لكن ده عشان خاطر نبين الشكل كل الحاجات قدامنا. نيجي بقى نحط الفراخ بتاعتنا على الوش. جميل ادي الفراخ. الصوص الموجود بقى هينزل عليها يغرق الرز كده ويشربه منه وكمان ينزل شويه على الخبز بتاعنا. تنسوش ان البخار الموجود في الرز بيخلي الخبز يطرى يعني دي تتقدم على طول. اما نيجي نعملها هضغط عليها برضو كده عشان نسويها. ناقص عندي بقى اخر حاجه ايه يا محمد يا مركز معايا انت. نحط الزبادي. ناقص عندي اخر حاجه. برافو عليك.
اهو طاجن طرت، زي ما تسمي، زي ما تحب سمي يعني. انت عينيا والله العظيم، الريحه بتجنن، الريحه تجنن يعني. انا دلوقتي ريقي جري. حلو. بنفرد نص، ناقص عندي حاجه واحده بس، الطشه. الطشه حطينا على النار شويه زيت اهي، شويه من الزيت تسخن، هنحط الكزبره والثوم. الكزبره والثوم ونشوحها مع بعض. تاني عندي هنا الطشه زي ما قلت لكم، عايز معلقه من فضلك. لا كده بتبقى فته بخلي وتوم. حبيبي ماشي حاضر، اخلي لك شويه خل اهو. انا بعمل ايه؟ انا عايز ده ما يستويش خالص، يعني لونه يبقى اخضر كده، بس التوم زي ما بنقول طلع ريحته. ناخد معلقه هنا نحطها هنا على الطبق ده، والباقي بقى فوق الزبادي. يا جماله اهو، شايفين؟ هو ده. اتفضلوا معانا بقى يعني، استمتعوا بالاكله دي وركزوا معايا. لو عندي بقى شويه لوز، شويه سنيبر، شويه اي مكسرات اهو، اي مكسرات ما عنديش يبقى زي الفل. شويه سوداني، نعمل ايه بقى؟ المفاجاه. بسم الله الرحمن الرحيم. هي طبعا هتغرق الدنيا معايا، بس هنفتح بالراحه كده واحده واحده وهتشوفوا بقى اهو. واو، استمتعوا استمتعوا. الله ينور الله ينور.